ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني موفد التلفزيون المصري رجائي رمزي. أهلا بكم مشاهدينا. رصد وتلخيص لي وقائع وفعاليات اليوم الخامس من الحوار الوطني الذي تم تخصيصه لمناقشة المحور الاقتصادي. في الواقع هناك ملفين تصدر المشهد اليوم. الملف الأول كان يعنى بالاستثمار وتحديات الاستثمار سواء الاستثمار المحلي أو الأجنبي. الملف الآخر هو الذي كان يعنى بالصناعة في ضوء محددين رئيسيين وهما رؤية مصر 2030 وأيضا الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تم التوقيع عليها. في هذا المحور الخاص بالصناعة كان هناك يعني شبه اتفاق وشبه إجماع من قبل الحضور على بعض من النقاط الخاصة بأسباب تراجع إسهام الصناعة في مجمل الاقتصاد. المستهدف من هذا القطاع أن يسهم قطاع الصناعة بما نسبته من 30 إلى 35% من الناتج المحلي. أيضا كان هناك يعني شبه إجماع على ضرورة مجابهة التحديات الخاصة بتوطين الصناعة. كان هناك شبه إجماع من قبل المتحدثين على خطورة التباطؤ في الإنتاج. أيضا أهمية تواجد المصري في سلاسل الإمداد والتموين الدولية. إذا ما تحدثنا عن الملف الآخر الخاص بالاستثمارات وتحديات الاستثمارات التي تواجه المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، كان هناك يعني شبه إجماع وتوافق على ضرورة تعديل وتحديث التشريعات الخاصة بالمستثمرين بما يشجع المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي. كان أيضا هناك ضرورة بالحديث عن استراتيجية، هذه الاستراتيجية تكون متكاملة شاملة خاصة بالاستثمارات في ضوء محددات رئيسية مثل المحدد الخاص بالتنافسية الحيادية، أيضا التكاملية والحياد التنافسي. أيضا كان هناك يعني أفكار تعنى بالتركيز على ريادة الأعمال، وبالطبع تصدرت مشكلة الخاصة بالعملة سواء توفرها سواء ثبات سعر صرفها. محور الحديث جدير بالذكر أن الجانب الخاص بالاستثمارات يعني من المستهدف أن يمثل هذا الجانب ما نسبته 15% من إجمالي الناتج المحلي. كان هذا مشاهدينا هو ملخص سريع لفعاليات ووقائع اليوم الخامس من المحور الاقتصادي في الحوار الوطني بمشاركة كبيرة جدا وفاعلة جدا من كل الأطياف وخاصة المكون الخاص برجال الأعمال. شكرا لكم.